معنى آيات قل أعوذ برب الفلق. سورة الفلق هي إحدى سور القرآن المباركة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ويرجع السبب في تسميتها بهذا الاسم إلى ورود لفظ الفلق في مطلعها، وقد أخبر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها مع سورة الناس بالمعوذتين، كما تسميان أيضا بالمشقشقتين، وذلك لأنهما تبرئين قارئهما من النفاق. ويتساءل الكثيرون عن معنى آيات قل أعوذ برب الفلق. إن معنى آية قل أعوذ برب الفلق أي قل ألتجئ وأحتمي برب الفلق سبحانه وتعالى، وتعتبر الاستعاذة بالله من أنواع الدعاء، ومعنى كلمة الرب أي المالك والسيد، فإذا أمر أطيع، كما يراد بالرب أي المصلح، بينما يقصد بالفلق فصل الأشياء عن بعضها، وفلق وخطر وفطر بمعنى واحد، وهو إيجاد الشيء من العدم. يطلق لفظ الفلق على جميع مخلوقات الله تعالى وجميع ما ينفلق عنها وينتج منها، والفالق هو الخالق والفاطر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، ورب الفلق تعادل في معناها رب العالمين.